انا عملت العربيه دي عند اسامه غسيل كربوني من اسبوع وانتوا شفتوا التقرير، والعربيه ادائها اختلف تماما بصراحه، سحب وعزم واداء انا مش حاسه على مكنه 1000 سي سي اصلا، ولا عربيه 94 فيات. المره دي انا جاي اركب وحده وقود بديل من الماء، المره دي انا قررت اخلي العربيه دي تمشي بالميه. انا مش حاسس ان هي ريسك، لان انا جربت العربيه لافال 2000 سي سي الموتور الاربعة سلندر وكان اداء مبهر، ونفس الوحده اللي ركبت في العربيه لافال هي اللي راكبه في عربيتي دلوقتي. يلا بينا نشوف العربيه ال 94 1000 سي سي عربيتي هتتحول وتمشي بالميه ازاي، وكل 1000 كيلو بلتر ميه واحد واستهلاك بنزين هيقل اكتر من النص، وعمر اطول للمكنه وعمر اطول للزيت بتاع المكنه، زي ما الحاج سعد قال ان عربيته بيغلاها زيت على كل 40000 كيلو. يلا بينا نشوف. دلوقتي انا معايا اسامه اللي هيخلي عربيتي تمشي بالميه، وحرفيا انا متحمس للتجربه جدا لاني شفتها. اسامه دلوقتي انا عايز اعرف منك انت هتعمل ايه في عربيتي ببساطه شديده عشان تخليها تمشي بالميه. بص يا سيدي، انت اول حاجه عربيتك كاربوريتور، الكاربوريتور ده نظامه في التحويل بسيط جدا، ان انت بتدخل غاز الهيدروجين وبتقلل ضخ البنزين عن طريق بك الكربراتير وظبط الهواء، بتغير النسبه من 14:1 ل16:1، بس هنا انت بتغير النسبه دي عن طريق الكاربوريتور. بالنسبه لعربيات الانجكشن زي الهافال او زي العربيات اللي هنشوفها بعد كده دي، كل ده بيستخدم الكمبيوتر ان هو يغير النسبه من 14:1 ل16:1، اما هنا ما فيش كمبيوتر، انا العمليه بسيطه جدا وسهله جدا. يعني المفروض التركيب مش هياخد اكتر من ساعه ساعتين، انا بس بحط الوحده وبثبتها بالمسامير وبركب لها تبييته وبعمل كل حاجه وبركب الوحده حسب ما بشوف العربيه متجهزه تركب لها الوحده فين. هو الفكره كلها في الوقت، حسب المساحه المفرغه في العربيه، حسب المساحه المتاحه في العربيه، حسب الحاجه اللي في الاخر تنتهي بشكل جمالي كويس. وبالتالي احنا يعتبر احنا الوحده ركبت وانا شفتها بتركب ازاي وصورتها، بس انت قلت لي ما طلعش الوحده في التقرير. هقول لك ليه، لان احنا عندنا دلوقتي في مصر فلان بيعمل شيء يلا بينا نعمل الشيء ده، المشكله مش ان يلا بينا نعمل الشيء ده، يلا بينا نعمله غلط، يلا بينا نحرق كميه، يلا بينا نعمل الغلط ومش مشكله اي حاجه تركب وخلاص، على حس الشيء ده او على حس النظام ده، هو ده اللي بيجري عندنا في مصر. عشان كده قلت لي الوحده بتاعتك ما تظهرش عشان ما حدش يقلدها ويقول لك دي نفس اللي ركبت عند اسامه. لا، عشان ما حدش يتضرر، عشان ما حدش يتضرر من الحاجات اللي احنا بنشوفها. طيب احنا هنبين الوحده في التقرير لكن هنغطيها بشكل بلور كده بس عشان تبقوا عارفين ان ده الجزء اللي هيركب، لكن مش هتكون باينه بتفاصيل واضحه قوي. لا، والاهم الاهم من كل ده افرج الناس ايه الحاجات اللي انا فكيتها من العربيات اللي جات لي اللي كانت شغاله محطوط فيها وحدات، اللي بطاريته باظت واللي حصلت مشكله في عربيته، فرج الناس انا شلت من العربيات دي ايه؟ يعني زي ما هنشوف دلوقتي اهو، فرج الناس الحاجات دي، ده منظر الحاجات اللي اتشالت، يعني دي حاجه يعني ايه زي ما بنقول كده معموله تحت بير سلم، تمام؟ احنا ده نلاقي فجاه مشكله في دايره الكهرباء بتاعت العربيه، مشكله في الفيوزات، مشكله، نلاقي كل حاجه بنشيلها بنلاقي وراها مصيبه. اوكي، هنشوف دلوقتي الفرق بين الحاجات المضروبه اللي فعلا ضرت عربيات كتير وفرق الاداء الاصلي والحاجات الاصل اللي ركبت عندك. تمام. انت قلت لي الوحده من التيتانيوم. بص، هو اول حاجه انت عندك الالوي بتاع الوحده بيختلف حسب الموديل بتاعها، يعني في واحده بيكون استانلس مطعم بتيتانيوم وفي واحده بتكون 100% تيتانيوم، طبعا ده على حسب نوع الوحده. الوحده اللي عندي انت قلت لي اللي هي ال 100% تيتانيوم. طبعا دي اقوى حاجه. بحيث نشوف هتعمل ايه مع العربيه زي ما عملت مع الهافاليا. اصل الهافال داخله في 2 طن و4 سلندر و2000 سي سي، وانا كنت شايف طياره، انا جاي يعني جبت بيها سرعه جنونيه. دي المفروض تطير عموما، يعني دي المفروض تطير. دي 1000 سي سي وخفيف، يعني الناس عارفه، يعني عارفه العربيه الاونو، الناس كلها عارفه العربيه الاونو كويس. بص، انا حاسس ان انا غيرت الفرامل بعدها. هو انت اهم حاجه يكون عندك فرامل من عشان السرعه هتبقى شديده شويه. اوكي، يلا بينا نشوف الوحده وهي بتركب واجزائها عامله ازاي، ونشوف الوحدات اللي كانت بايظه وجت عنده متدمره عامله ازاي، ونقفل العربيه ونشوف تجربه الاداء. والاهم من كده ان انت زي ما انت عارف ان اي شيء مبني على علم هو اللي بينجح، واي شيء مبني على جهل مدته قصيره وعمره ما بيكمل، ده شيء مفروغ منه يعني. وهنعرف دلوقتي الدنيا دي خلصت في قد ايه، واقول لكم مده التركيب كانت قد ايه شغل بروفيشنال حقيقه، وهنجرب العربيه ونقول لكم الدنيا عامله ازاي. يلا بينا يا اسامه. يلا بينا. يلا بينا. طيب امبارح العربيه خدت مده شويه على بال ما عملت الوحده ان هي تركب فيها. ده كلام جميل. النهارده انا روحت العربيه مجربها، كنت متنح من الاداء اللي في العربيه. العربيه اتحولت مره واحده من 1000 سي سي بتاعها كانها 1800. وهقول لك ليه، انا كان معايا صاحبي امبارح كان بيغسل عربيته جولف،
المكنه جولف 3، المهم ان هي 1800 سي سي يعني. انا جربتها، انا حاسس ان هي زي عربيتي، وانا كنت غسلت عربيتي بس امبارح. الاداء بتاع عربيته بعد ما اتغسلت، هو بيقول لي انا كنت محروم من الاحساس دوت، ما كنتش حاسس ان انا ممكن احسه قبل كده. لكن حقيقه لا، الحكايه دي اختراع فعلا ملحوظه. انا لسه لحد دلوقتي يعني انا عملتها امبارح. المفروض ان اسامه قال لي لازم اروح لواحد بتاع كربراتير يقلل البكات عشان يقلل دخول البنزين، فبالتالي الهيدروجين بقى هو اللي يعمل عمله بشكل قوي. لكن وجود الهيدروجين دلوقتي من غير ما اقلل البكات، مكنه هاديه سحبها حلو، في متعه غير عاديه في السواقه. مش دي عربيتي تماما، مش دي عربيتي خالص. في متعه غير عاديه في السواقه، في هدوء غير عادي. على فكره انا العزل في عربيتي وحش، انا عربيتي 94 قديمه يعني، فالعزل اكيد وحش. انا قافل الازاز كله دلوقتي، انا مش سامع صوت الموتور زي الاول، انا سامع صوت الطريق بس والازاز والبيبان وبتاع، لكن مش سامع صوت المكنه. المكنه صوتها عادي اكني راكب عربيه والله 2018 2016، مش عربيه بونس، مش دي عربيتي اصلا. انا ماشي على 50 مثبت رجليا، العربيه هاديه، العربيه بتقولي لو يلا زي ما انتوا شايفين كده. مش عارف ده ما كانش بيحصل ليه في عربيتي في الاول، لمسه واحده العربيه بتطير حرفيا. احساس فعلا خلي يعني، انا كنت قلت في اول الفيديو ان هو ريسك. دلوقتي انا كده 60، مش عايز اجري اكتر من كده عشان ده كونديشن ليل وما ينفعش السرعه القانونيه عليه، ما بتعديش ال 60. بس انا لما جربت الافال، الافال بتساعدك على الجري اكتر طبعا، عربيه حديثه والوحده مخليها طياره، فما كنتش حاسس بالطريق قوي فيها، والطريق كان مفتوح ومساعدنا. بس انا عربيتي بقت تخوف،